هناك جوج تظاهرات في الواقع. التظاهره الاولى تتعلق بواحد المعرض فين مختلف الشركات التابعه للعمران تتقدم المنتوج ديالها، وحقيقه كان هنا من ناحيه ديال التسويق، من ناحيه ديال الابتكار، واحد العدد المنتوجات مهمه متوجهه اساسا للطبقه المتوسطه. وشنا المجهودات إذن اللي قاموا بها الشركات ديال المراكز الصاعده في العمليه ديال تهيئ التراب في المقاربات الترابيه. والمساله ديال المراكز الصاعده مساله اساسيه، حيت المراكز الصاعده هي المدن ديال غدا. منتظر من هذه المراكز الصاعده ربما يخفوا من الضغط على المدن الكبرى، لان تعرفوا بان هناك ضغط كبير على المدن وواحد حركه ديال التمدن متسارع. اذا المساله ديال المراكز الصاعده مساله اساسيه، وحنا في الوزاره بصدد تهيئ واحد استراتيجيه شامله فيما يخص التهيئه. اللي كانت هنا في جهه ديال الدار البيضاء سطات، فالهدف ديال هذا اللقاء هو نخدموا مع كل الشركاء ديالنا، مع الوزاره، مع السلطات المحليه، مع الجهه، مع الجهات المنتخبه، وكل يعني متدخلين مؤسساتيين، باش نزيدوا نوطدوا هذه الالتقائيه والعمل التشاركي لصالح يعني كل المشاريع العموميه وكل البرامج العموميه اللي تتنفذ هنا في الجهات. وهذا كما تعلمون تمشي في اطار التنفيذ ديال التوجيهات الملكيه الساميه، وهذا تحدي كبير، وكاين يعني واحد الاتفاق ديال الجميع على ضروره يعني مضاعفه الجهود في هذا الاطار لصالح المشاريع والمواطنين اللي تخدم الكل لصالحهم. واللقاء الثاني كما تعلمون هو المعرض ديال العمران، معرض العمران اكسبو، هذه النسخة الثانية ديالها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.